مصر طول عمرها بلد المهرجانات، سواء كانت مهرجانات فنية أو تراثية أو ثقافية، يمكن بيخبو أثرها شوية في بعض الفترات نتيجة ظروف البلد وكده، لكن بترجع مرة تانية تاخد وضعها الطبيعي. حقيقة عندنا مجموعة كبيرة من الفرص، ومنها مهرجانات كتير دلوقتي بدأت تخش على الخريطة والساحة زي مهرجان العالمين، وعندنا قادم مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الجونة السينمائي، وفي نفس التوقيت بيقام مهرجان الصيفي لمكتبة اسكندرية اللي بيجتذب مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، ومهرجان المسرح القومي ودورته تحت مسمى أيضا ومهداة لاسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. يعني عندنا زخم فني وثقافي، لكن محتاجين نزيده ومحتاجين نفعله بشكل أكبر، ومحتاجين نعظم الفرص في سياحة المهرجانات في مصر. فاسمحوا لنا نناقش هذا الموضوع وازاي نقدر نعمل كده. وهيكون معانا ومشرفنا في الاستوديو ضيوفنا الاعزاء النقد الفني الاستاذ محمد شوقي. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ حسام. والخبير السياحي الاستاذ محمد ثروت، نورتنا يا فندم. اهلا وسهلا، نورتنا في الخراسان. هبدا معاك استاذ محمد، ويمكن اولا اخبار السياحه عندنا ايه الموسم ده؟ اولا كده نمسك الخشب. الحمد لله الحمد لله شغالين كويس قوي وفي ازدياد واكثر ما احنا كنا متوقعين، والحمد لله حتى في نوعية معينة من السياحة اللي هي بتجيب إيراد كويس. فإلى حد سياحة عربية ولا سياحة أجنبية؟ لا سياحة عربية. عربية خليجية ساحلية. في المناطق الجميلة دي. يعني في تدفق عربي على الساحل الشمالي. مش عايز أقول لحضرتك أنا يعني كتير بروح الأيام دي، أروح بيزنس وأبص وأرجع. احنا عندنا تعدت الغرف 1000 و1200 دولار في الليله في الساحل الشمالي. الساحل الشمالي دي سياحه غاليه شويه. سياحه يعني نقدر نقول الاوضه باربع ليالي في القاهره يعني ترفيهية شويه. فدي طبعا عايد كويس. دخل كويس، توظيف. سمعه الحمد لله حدث ولا حرج. يعني مش عايز اقول لك كان فنادق المجموعة العبار طبعا عنده أكبر مجموعة فنادق العالمين هناك. هو أعلن أنه كمان السنة دي هيفتح في شهر 9 و10، هيمد الموسم وهيعفيهم من، هيبقى بنص السعر ويعفيهم من المية والكهرباء وحاجات، يعني يعمل لهم امتيازات عشان يفتحوا شهرين كمان بالظبط. لان هو كان على نص، على اوائل 9 كان خلاص المهرجان الساحل بينتهي. ما احنا عندنا هو 7 و6 شويه و7 و8. لا خلاص النهارده السنه دي ان شاء الله هيعدوا، هيقرب من 10 من شهر 10. ولذلك هو طلب ان هم يعفوهم من الايجار المحلات والخدمات والمطاعم علشان يمدوا كمان، لان هو عايزين يمد ال10 وال11 ان شاء الله. ده هتبقى اول مره نعمل. ما هو الهدف من انشاء العالمين ان هو كان يبقى عندنا موسم سياحي طول السنه. طول السنه. هل تعتقد ان احنا ممكن نقدر نعمل ده؟ نقدر، لان انت الطبيعه الجو جميل جدا. بالظبط. مازال نوفمبر الجو هيبقى كويس. و9 بيبقى حر برضه. بالظبط. الحاجة التانية بقى هي تفضل المطاعم والملاهي والمحلات والكافيهات والكلام ده كله تبقى موجودة عشان هو السايح هيروح فين؟ هو جاي ينبسط. صح، بنيجي في شهر 9 كله بيقفل. بالظبط. لا السنة دي مش هتلاقي كده، السنة دي عندك ال10 والنص 10 مضمون بإذن الله.